يا رياضي هاتيه لو يا تيه تلمن قلنا جبنا الوضيح والوضيح قاضي نسد بغابة الصحبان والنوب ونرد كل من حكى على الربع كانت عايزة يا ناس والنوب لسد لبغيبته يشتمت بيه الدنيا عثرة وباكر يعثرك طريج اليوم عدي وباكر الصبح عليك وانت خليك بمكاني وارد اشوف كنت ترجع زاز قلبك ما يجون وعلي تقضيهم فرك راحات ايديك وهي لاعب بس على الروح يطالع بلاش خاف راسك ينترس شب وتهم وخاف من باكر يجي وما له امان هناك تلقى الروح بذيال الزلم وشد لك حزامين باكر مو امين شلي الحزام يا شد كومة حزم والتعس بحساب اخيك من تضيج بعالي صوتك لو صحت ما رد علي وباكر ما ادري ايش بيه يوم احسن من باكر ما ادري ايش بيه يوم احسن من باكر شيشك بلد شامه ماش لجيت وجن عبر شيشك بلد شامه ماش اماش وطم الجريح ظل يدي جديدة بناسة مفاضي لجيت وجن عبر شيشك بلد بلك شايش وطم الجرح ظل يدي بلك شايش طبع بالنار من تدويه بلك شايش دوت حيل بثيابه وجرت بيه سيد الجواد ما قلت لك عازلك يا صفقت يدي وقام يقل لابويا وقلت له يا وليدي قتل العزلت وصفقت ايدي وقام يقل لابويا وقلت له يا وليدي مو بدوحه في الناس ولا عرفه ولا طخ الراس وحق ذاك البطل عباس احضرك من تطيح بهاي للما يسوحان تقل له يا سيدي يلا يا قرب اجيت باختر علي وقال لي ما مرت لي وقلت له روح انشد علي وخلي يحجونك لي اسلام اجيت باختر علي وقال لي ما مرت لي وقلت له روح انشد عليه وخلي يحجوا لك هلي انا اخويا العز دبني ومثل فزاع نصبني ما صبر حتى طلبني اخذ ابني اللي املكه وهذا قال وصار لي اللي املكه وقال هذا وصار لي وحق الشال بيد الماي بدا صديق الجتال علي بدا تدري شرات قلبي لك بدا اصير انا لك ولت علي يذبون العلم انا والله 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 من التربيه ابو حسين
أبونا العلمان الطيبة والعينة وقال مشوا على الزينات لا تمشون على شيء قال مشوا على الزينات لا تمشون على شيئنا وقال مشوا لصديق الزيان كحلولة جفن عين وقال والله قال قال مش الصديق الزين والله الزين كحلوه ولا جفن عين قال لي لا تدور كشخه وعيونك تشيه عيونك خضر شو